دي وقع. ما قلت لك فريد شوقي خلاص عجز، لا بقى يعرف ينط ولا يركب خيول. مش كنت شفت لنا واد كده يعرف يركب الخيل وينط عليها حلوة؟ انا فركش يا باشا، هي فلوسك حرام. خلاص انا هتصرف. شوف لنا اي واد دوبلير يعمل مشهد بتاع الحصان ده. اهوت، مش كنت جبت لنا الواد اللي طالع جديد اللي اسمه عزت العلالي؟ واد امور كده ومحفلط وبيعجب البنات. شايف الواد دوت؟ يعني مش بطال، بس هو عامل ورور كده، عامل زي فرد الحمام اللي مش متضغط ليه يا باشا. اذا كان على ده يعني احلها لك. احلها لي كل حاجه عندك جاهزه. ايه هتنفخه؟ عسل عسل يا باشا عسل. يا ابن الجنيه، شوف الواد نط نطه خدهم كلهم على الارض ازاي. شايف الواد ده؟ اكتشاف. طب تصدق انا همضيه، وفي خلال سنة هخليه بالمنتو بتاع الشرق كله. خلاص نمشي فريد والولد الهايل ده يكمل. عبقري يا باشا عبقري. عبقري. تصدق انت فقعتها لي. المرارة. لا حلو 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 حقيقي. كات. هايل هايل هايل، برافو، مبروك. ده اسعد يوم في حياتي النهارده يا فندم. منير بالخطير بعد حضرتك دول. ميرسي بوبي. من غير ما تفتحيها، بيعزمك على بارتي عنده في البيت بالليل، والعنوان في ظهر الورقه. مش هروح البارتي ده غير لو انت جيت معايا. انا اخيرا لقيتك، وعمري ما هقدر اتخلى عنك ابدا يا فندم. بهيب تعالى معايا، احنا لازم نروح. مش اجي معاكي فين؟ يلا. جامده قوي فخفخينه الايه؟ اه ده انت صحيح. بص يا معلم، جامده قوي المانجا على الجوافه على الفراوله اللي عليهم الموز والتفاح من فوق. ده انت البت بتاعت المسابقه كان لازم فعلا تحلق لك. تحلق لي؟ لا انا عمره في بنت حلقت لي. انا بحلق عند محمود لبيب شاب، انما ايه هبقى اخدك تحلق عنده. اوعى بقى خليني حاسس. اوعى. اسمها الايه؟ فخفخينه. هتتابعوا انت بقى. انا بقول لك الزمالك قادم، الزمالك قادم. بس بس يا حبيبي بس بس. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا توأم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابراهيم. وانت حبيبي اسمك ايه؟ حسام. طب معلش يا ابراهيم كده، معلش ممكن تنبيني هنا؟ امضه العميد بقى. مش هتقدر تغمض عينيك.